et la, la, le régulateur demande toujours, quand il s'agit d'ouverture de capital, il est nécessaire de faire une évaluation de la société. Il a été levé uniquement 13 milliards de dinars. 13 milliards de dinars. بعد الموافقة التي حصل عليها من قبل لجنة التنظيم ومراقبة عملية البورصة. الحق الشعبي الجزائري كما تعلمون هي لحد الآن هو بنك عمومي، لكن نشرع في عملية فتح رأس المال لكي يصبح بنك خاص، وراح يكون إن شاء الله هذه العملية تكون عندها أثر إيجابية على تسيير وعلى تسيير هذا البنك وعلى إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر. سعدت كثيرا بتلقي دعوتكم الكريمة لحضور فعاليات هذا اللقاء الإعلامي التحسيسي المنظم لفائدة المتعاملين والمواطنين، والذي تم عقده تحسبا لدخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة وفتح رأس ماله أمام المكتتبين ابتداء من 30 جانفي من العام الجاري، حيث أن هذا الإجراء كما تعلمون سيشكل مرحلة فاصلة في تاريخ السوق المالية الجزائرية، وذلك لكون القرض الشعبي الجزائري هو أول مؤسسة مالية سيتم تداول أسهمها في بورصة الجزائر.